مستر محمود عامل ايه؟ الاخبار عايزين بقى نحلق الروي زي ما كنت بتحلق. يلا استأذنك بس 3 دقايق هخلصه بسرعه عشان هو عنده مشوار عشان حراسه ده فسايب الكشك لوحده 3 دقايق هيرجع على طول 3 دقايق بس 3 دقايق حضرتك انت مستعجل طب بص هخلصه عشان الراجل مستعجل عشان هي نفس العيب هخلصه على طول انت فاهم ثانيه بس نفس العيب ده بس ايه في ايه وقولي نفس العيب ده هخلصك على طول بعدين انا هشتغل معاها انا بروح يعني انت حلقت الكلب ده بنفس العيب ده برده لا مش ده كان قبلك كلب جيرمان تقريبا كنت عامل له نفس القصه دي يعني نفس ايه كنت هعمل لك هي على فكره هتعجبك والله ده ازاي ده حضرتك في ايه يا عم مالك ايه الحساسيه انت عندك حساسيه ليه كده ما عنديش حساسيه ده ازاي ده هو انت ايه من ضد الرفق بالحيوان ده كلب على فكره كلنا اولاد 9 هي مش بنت 9 قوي بس يعني كلنا مخلوقين يعني خلقات ربنا مالك يعني ايه يعني ده ازاي يعني الكلام ده هو انت متضايق قوي من الموضوع يعني مش ازاي يعني خالص ده محل كلاب ده ولا محل ايه لا يا باشا هو يعني فاهم اللي بيخش احلاق لو فار دخل احلاق اكل ايش اقول لك ايش يعني انت تديني حقك اديني يا عم حق احلاقته مش احلاق لها هل احلاقته يا حضرتك ده محل كلاب ده ولا محل يا باشا ما فلوس لقمه جايه لي اقول لها لا ازاي ده ازاي طب حضرتك هتحلق قبل الكلب ولا بعد الكلب ايه الكلام ده اصلا ازاي يعني حضرتك انت هو انت تمسك فيا انت تمسك فيا ايه اللي انت بتقوله ده احلق انت للكلب خد احلق للكلب لا انت كده بقى بتهزر بقى تعالى خلاص صلي على النبي بس ده مقلب بس ادي كاميرا اهي جايب لك روي بقى النهارده لازم تظبطه لي بقى ده حبيبي روي قعدوا هنا قعدوا انت عايز تعمل ايه ايه عايز تعمل ايه بتاعتك بقى احلى حلقه والله هستأذنك بس 5 دقايق في الانجاز و... ايه ده يا باشا طب هقول لك على حاجه معلش عشان هي عده واحده هخلصه على طول ونكمل حلو ماشي تخلص ايه بس استنى بس تخلص ايه على طول في الانجاز عشان بس مستعجل تخلص ايه معلش تخلص ايه في ايه طيب مالك اللي في ايه مالك ايه ده انت مش عاجبك هو الاول انت الاول براحتك عادي ازاي انا الاول وهو الاول هو ده محل كلاب لا يا باشا ده محل عام عادي بس أيوة دي زبونه المكان ما ينفعش اقول لها لا يعني انت بتحلقوا البني ادمين والكلاب مسبب لك مشكله يعني مسبب لي مشكله انت بتحلق انت بتحلقوا بالمكنه اللي انت بتحلق بيه انت اكتشفت ده كنت مخبي عليك مش عايز اقول لك بصراحه يعني ازاي مش انت بتضايق بس عادي يعني انا تمام انا بحلق بنفس المكنه بنفس المكنه طب هتستناني اخلص واخلص ثواني انت حلقت بيها قبل كده الكلب قبليك على طول قبليه على طول على طول جيرمان يعني انا عامل له قصه شبه دي على فكره انا هقلبها حيوانات بس يا عم ده ايه اللي تحلق لها وايه المكنه اللي انت حلقت بيه الكلاب واللي انت عملته لي ده طب ايه ده طيب يا عم خلاص صل على النبي يا عم بنهزر يا عم ادي الكاميرا اهي وادي لو حابب نذيع قول ذيع ولا شيكا بلديه بلديه استاذنك يا استاذ معلش مش عارف استاذ بس الكرسي بس جم 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 بسرعه هات التاني هات التاني اقفل الباب بسرعه يلا استاذ يلا يلا ايه يا عم انت اللي يلا هنكمل وانت واقف معلش كمل لو انا واقف ايه يا عم استنى عشان البلديه بياخدوا مني بلديه ايه يا عم تعالوا الكرسي ده تمنه كام والله العظيم بيجوا عليا وكل مره بياخدوا مني الكراسي هنكمل بس واحنا واقفين ايه اللي بتقوله ده يا عم هنكمل واحنا واقفين في كمل ايه يا عم وبتاع ايه هو في بلديه بتاخد كراسي من هو انت ما تعرفش تحلق وانت واقف عادي على فكره لا وانا واقف ليه يا عم زي قاعد يا عم وانا قايل كبرنا على كده اخصم يا عم حق القعاد من ثمن الحلاق يا عم اخصم ايه يا عم انت مجنون يا ابني انا بقول لك علشان البلديه بتاخد الكراسي مني يا ابني هو انت مجنون بلديه ايه انت واقف جنب انت واقف جنب اخوك معلش هو في ولا ولا بتاع يا عم خالص في ايه بس يا عم انا في بلد بتاعي يا عم امسك يا عم طب خد خد طب خد بس خد يا عم خد تعالى بنهزر بنهزر يا عم كاميرا ايه كاميرا ايه الشغل ده انا اول مره تحصل حاجه زي كده بنهزر معاك يا عم هات الكرسي يا ابني وانا جيكا جيكا البلديه يلا البلديه يلا معلش استاذنك يا باشا بس معلش استاذنك معلش 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 قوم النبي قوم النبي روح قوم النبي بسرعه 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 تعالى نجيب الثاني بسرعه 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 هما بس اول اتنين دول اللي دايما بيرزونا فيهم انا مش عارف هما بيقفلوا على الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا فين الكرسي يا باشا احنا ازاي وانا واقف يا باشا البلديه بترازيني كل مره ياخدوا مني انت عارف الكرسي ده بكام بقول لك البلديه ما انت مش فاهم المرازيه اللي بيرزوها لنا وبياخدوا الكراسي دي مننا يا باشا احلق لك فين الكرسي يا باشا هو انت لازم تقعد يعني ايه التناكه دي يا عم ما تحلق وانت واقف معلش يا باشا الكرسي يا باشا يا باشا بقول لك البلديه هتدفع لي انت حق الكرسي يعني لما البلديه تاخد مني الكرسي طب يا باشا انا مش احلق وانا واقف ليه يا باشا في ايه مال الاستشوار وانت واقف غير وانت قاعد يعني معلش بتفرق معايا انا انت يا باشا بتضايق عليا هم مضايقين عليا وانت تضايقها عليا معلش بتفرق معايا انا ايه اللي بيفرق معاك بيفرق معايا في كرسي جنبي طب اجيب كرسي انا ابقى اطول منك يعني اشد لما اطول منك مش هتعرف يا باشا طب احلق لك وانت واقف ايه المشكله لا يا باشا مش احلق خلاص يا عم خد بس لا لا خد معلش معلش خد عليكم السلام السلام عليكم كامل اجره لو سمحت
ينفع بس حضرتك تدفع لي؟ عشان انا والله الفلوس وقعت مني غصب عني والله. بجد شكرا والله شكرا. بقول لك ايه يا صاحبي؟ بالله عليك بقول لك ايه؟ ممكن تدفع لي بالله؟ احنا زي بعضينا يعني شبه بعضينا. هو ايه يا صاحبي اللي معكش فكه؟ بقول لك تعالى يا عم، في مع بعضينا، في احنا شباب زي بعضينا، تشيل بعضينا. ايوه عايز ماشي. هي عشان بيت؟ ايوه عشان بنت. هو بقى اصلا بيتلزق فيا من اول ما طلع. انا قلت بقى كده عشان كده هو يركب هنا وما يركبش في الكرسي. ايوه عمال يتلزق بقى ويعمل حاجات كده غريبه. ايه يا عم الكلام ده؟ عم عندي زي اختك الصغيره. إيه؟ والله ما كلمتها يا عم. انا قد بنته. انا كلمتك؟ ايوه بس على فكره انا بكذب. والله كذاب. انا كذاب. ايه يا عم انا لمستها ونازل لابس لي كاب ومروق على حالك ومنزل على حالك عشان تنزل تعاكس. يا عم انا ما كلمتهاش. يا عم يا عم بقول لك زي اختك. لا حرامي. حرامي مين يا عم؟ انت حرامي. حرامي التعب اللي انا لعبت. يا انت حرامي. انت عبيط يا ابني. انت هو ولا ايه؟ حرامي. ايوه حصل. ابعت للناس الباقي بتاعها. طب عنده كلمه بعد سكو لمها. ماشي ابعت له. انا كلمتك. ايوه عملت كده فيا. وانا لمستك ولا عشان بقى ايه؟ جرايه رجاله. انت هتفضل ساكتين كده؟ جرايه ايه يابا؟ ولابسني بتاع وعامل ايه؟ يا عم كدابه على فكره. مش ايدك يابا. ما تمدش ايدك واديني فلوس بعد اذنك يابا. ادي لهم فلوسهم. والله ما كلمتها يا عم. انت جاي بتتلزع عشان هي واحده؟ أيوة عشان واحده وشعر اصفر. بقول لك ايه؟ بقول لك اعمل لنا كاتفه عشان تدفع لي. ليك بقى كام؟ 50. خد يابا. انا فاكر انا بقول ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا عم اللي انا بعمله؟ يا عم الفلوس يا عم. على فكره يا عم هتزعل مني. على تعمل اي حاجه. انت حرامي ونصاب. لا لا هو شاكك فيه صح؟ هو باين عليه. هو باين عليه. انت هتقول لا بقى. هتقول لا بقى. انزل يابا. انزل يابا. انزل يابا. انزل يابا. هات يابا الكاب بتاع يابا. هات يابا. يابا خد يابا. خد يابا وانزل يابا. يابا تعالى لي كده. انزل كده. انزل كده. انزل كده. انزل كده يابا. جاي يعاكسني. حضرتك انت هيكون رد فعلك ايه لما تلاقيش الشخص زي كده بيعاكس؟ طبعا انا لو شفته كده هضربه. هو ده بالك عشان انا معايا 5 بنات. الله بل على بناتي نفس النظام. ربنا على كده واتنشأنا على كده. وانت حضرتك حابب تشارك برضه؟ تمام تمام. هو ده بالك معانا في الظاهره المنتشره بشكل مش حلو ديت اللي هي ظاهره التحرش. انت رد فعلك ايه لما تلاقي بنت في الشارع ماشيه وتلاقي واحد بيعاكسها؟ انت هيكون رد فعلك ايه؟ حضرتك اول مره ليك هنا في رود الفرج؟ اول مره. تمام. نورت الدنيا. تقولي ايه؟ مثلا اقول لك يعني واحده زيك في جمالك في دلالك في شقوتك في حلاوتك. تموره بقى وكده؟ لا يعني لو وقعت في ايدي اخلي نارها مش فايق وبقولها وانا صاحي وفايق ويا ريت اليوم ده يجي. اقسم بالله. بجد والله؟ والله. اصلا الجيل بتاع الاول دوت كان برضو فيه برضو حاجه تانية برضو كده يعني كان فيه برضو شارلستون. هو انا دلوقتي ينفع ان انا مثلا امشي ببنطلون رجلي قده كده؟ ده مش موضوع. بقول لك حضرتك الفكره كلها في الموضوع ده كله فريق ان حضرتك حلوه. ان انا حلوه؟ يعني انت كل اللي قلته ان انا حلوه بس؟ يعني زي القمر. وايه تاني؟ يعني مثلا عايز اقول لك مثلا انت حلوه. لا هي جيله. بصي هنا جيله. هنا بقى هنا اتكلمنا فين؟ في جيله. فهو لو خطيبها يخطبها بمين مثلا؟ لو هو جه خطيبها يعني مثلا عرباوي اللي هي بتاعت وكان محمد رشدي دخل عرباوي ربنا بيصور معنا. طب تعالى دقيقه. طب تعالى دقيقه. طب تعالى. بص في كاميرا هناك مزومه اهي علينا تمام، وفي كاميرتين تانيين مستخبيين جوه هنا تمام. بتصور معنا كل سنه طيب. والله انت زي اخونا الكبير. احنا اسفين. موافق ان احنا نذيع؟ طب بقول لك كله لو حابب نذيع قول زيع.